صباح الخير يا أصحابي، معاكم ميس نادية من فيوتشر بايونير. النهاردة هنتعرف على صاحبنا الجديد وهو حرف الحاء. هنتعرف على اسمه، صوته، شكله، كلماته وطريقة كتابته. تعالوا نشوف صاحبنا حرف الحاء. اتفقنا، اسمه حرف الحاء، صوته ح، صوته ح. تعالوا نشوف شكل حرف الحاء. شكل حرف الحاء وهو منفصل، شرطة دايرة فوق السطر ونص دايرة تحت السطر. طيب يا ترى شكل حرف الحاء لما هيجي متصل هيكون ايه؟ شكل حرف الحاء في وسط الكلمة، شرطة مايلة امشي بيها على السطر، بتمد ايديها وتمسك في الحرف اللي بعدها. تعالوا يا أصحابي نشوف كلمات حرف الحاء. حاء، حاء، حمامة. حاء، حاء، حبل. حاء، حي، حمار. حاء، حي، حصان. حاء، حو، حوت. اتفقنا يا أصحابي الأصوات القصيرة بتيجي بتغير صوت الحرف. حاء فتحة حاء، حاء كسرة حي، حاء ضمة حو، حاء سكون ح. دلوقتي يا أصحابي هنتعرف على كلمات حرف الحاء. حاء فتحة حاء حمامة. الحمامة من الطيور وبتتغذى على الحبوب. حاء فتحة حاء حبل. معانا كمان كلمة حاء حي حمار. الحمار من حيوانات المزرعة وبيساعد الفلاح. معانا كمان يا أصحابي كلمة حاء حي حصان. الحصان من حيوانات المزرعة. آخر كلمة حاء ضمة حو حوت. الحوت بيعوم في البحر. اتفقنا يا أصحابي شكل حرف الحاء، شرطة طايرة فوق السطر ونص دايرة تحت السطر. تعالوا يا أصحابي نراجع مع بعض صاحبنا حرف الحاء. اتفقنا، اسمه حرف الحاء، صوته ح، كلماته حاء حاء حمامة، حاء حاء حبل، حاء حي حمار، حاء حي حصان، حاء حو حوت. نتقابل في حرف تاني جديد. مع السلامة.